يقول في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يقول هل هذا متعلق بالمشيئة الكونية؟ لا، الله له مشيئة والعبد له مشيئة. الله أعطى العبد مشيئة بها يختار ما يريد، ولم يجبره على شيء. العبد له مشيئة، مشيئة الله هذه تعلق بالله سبحانه وتعالى، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. ما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.